وتكلمنا على الأمازيغية، والله ما كنديروا السياسة، والله إلا في القلب زعما قبيله. تكلمنا على قبيله، قبيله في الحقيقه بلي خدا السم ديال الكلمه، حتى انا دخلنيش قبيله قلتي واش في الاغلبيه ولا في المعارضه، واش غادي نعاودوا نعيشوا داكشي اللي عشناه هذه 5 سنين. ولكن مشيت للغرفه الثانيه وفهمت واحد القضيه، بانه الا بغيت نسمع الحزب الاستقلال نمشي للغرفه الثانيه، والا بغيت نسمع السيم ديال نجي للغرفه الاولى. دونك حنا ان شاء الله غادي نشتغلوا اليد في اليد السيم ديال، وكتعرف العلاقه ديالي معك كبيره وطيبه، وحنا نحتاج الى دعمك، ونحتاج الى دعم الفريق ديالك باش نزيدوا الامام. الوغ هذه ما نطولش عليكم، ان شاء الله بغينا الحكومه تشتغل في احسن الظروف وتبدا تشتغل يعني من غدا، لان عندها لا لوي فينونس. بالطبع البرنامج اللي جبنا يعني ماشي برنامج ديال لا لوي فينونس، هذا برنامج على 5 سنين، ولارتيكل 88 واضح كيهضر على توجهات الكبرى. حنا عطينا اكثر من توجهات الكبرى وقلنا فين بغينا نمشيو، وعطينا بعض الارقام. ان شاء الله نتمنى على الله انه اليوم تصويتكم تصويت الاغلبيه يكون ايجابي بالنسبه لنا، وبانه نبداو نشتغلوا. وكنشكركم وكنهنيكم على يعني هذه المرحله كلها اللي دوزتوا، اللي كنعرف بانه ما كانتش مرحله اللي هي صعيبه، وشكرا لكم.